هل توافقون هذه الخرجة لوالي ولاية سطيف وفريق وفاق سطيف، وهل هذا شيء قانوني؟ نبدأ بك شيخ. شفتها ولا ما شفتهاش؟ ما فهمتهاش باركون، شفتها. من ناحية القانون ما نقدرش نجاوب عليك يعني إذا كان قانوني أم لا، ولكن المبادرة مليحة، ولكن إذا كان نطلبوا من لي ريسبونسابل تاع لونتونت أكيد أنه يقول لك يعطيه الصحة، ولكن 20 مليون دينار حاليا في منظومة كرة القدم ما تخلصش بين با شهر للاعبين. أموا سي أموا سالير ميم با أموا سالير ميم با أموا سالير 20 مليون دو دينار سي بوتيتر ميم با أموا سالير بور لي جوار. دونك سي فري كسي لو جيست عنده قيمه تاعو، عنده القيمه، ولكن من ناحيه لابور ريال للكلوب ماشي حاجه صح.